بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنعالج موضوعا مقترحا للفصل الثالث بالنسبة لمستوى السنة الرابعة من تعليم المتوسط، استعدادا لشهادة التعليم المتوسط. إذن فبدون إطالة مع الوضعية أو التمرين الأول في هذا الموضوع، يقول: نضع صفيحة من معدن الزنك زائد N في محلول شاردي صيغته C2 زائد زائد SO4 ناقص ذو اللون الأزرق كما تبينه الوثيقة. واحد، سمي المحلول المستعمل ثم اكتب صيغته الإحصائية الجزيئية. إذن المحلول المستعمل في هذه التجربة هو محلول كبريتات النحاس الذي أعطيت لنا صيغته الكيميائية Cu2 زائد زائد SO4 2 ناقص. قال: ثم أكتب صيغته الإحصائية الجزيئية. فصيغته الإحصائية أو الجزيئية هي CuSO4، يعني نقوم بالكتابة من غير استعمال الإشارات أو الشحن. على ماذا يدل اللون الأزرق للمحلول؟ إذن فاللون الأزرق في المحلول كما رأينا في الدرس يدل على وجود شوارد النحاس الثنائية Cu2 زائد. ثالثا، صف ماذا يحدث بعد فترة زمنية في هذه التجربة. إذن عند إجراء هذه التجربة وتركها لمدة كافية، فإنه يبدأ اللون الأزرق بالاختفاء تدريجيا ويظهر راسب أحمر في قاع الإناء أو على الصفيحة التي وضعت في المحلول. إذن قلنا اختفاء اللون الأزرق من المحلول يدل كذلك على تغير التركيبة الكيميائية للمحلول، يعني ما دام اختفى اللون الأزرق من المحلول حتى التركيبة الكيميائية للمحلول تصبح ليست هي نفسها التي كانت في بداية التجربة. وظهور راسب أحمر في قاع الإناء هو كذلك دلالة على أن المعدن المترسب هو معدن النحاس. اكتب المعادلة. رابعا، اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية بالصيغتين الشاردية والجزيئية في هذا التفاعل. إذن المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث ألف بالصيغة الشاردية هي بهذه الكيفية. إذا لدينا معدن الزنك زاد آن صلب زائد محلول كبريتة النحاس يعطي لنا معدن النحاس، يترسب النحاس ذو اللون الأحمر، ويبقى لنا، لا توجد إشارة زائد، هذا مجرد خطأ لنصححه. إذن قلنا يترسب معدن النحاس في هذه المعادلة وينحل محله الزنك إلى شوارد الزنك ليبقى مع شوارد الكبريتات في المحلول. كتابة المعادلة بالصيغة الإحصائية، هنا كذلك سنكتب المعادلة ومع إخفاء الشحن والإشارات البينية. إذن تصبح المعادلة بهذه الصيغة. إذن الزنك زائد CuSO4 يعطي لنا Cu معدن النحاس زائد زائد NOSO4. بعد ذلك يطلب منا أن نتمم الجدول المقترح. إذن لدينا الجدول المعطى، الأفراد الكيميائية المتفاعلة والأفراد الكيميائية الناتجة، الاسم والصيغة الكيميائية لكل فرد في المتفاعلات، والاسم والصيغة الكيميائية لكل فرد في النواتج. إذن فالمتفاعلات هي معدن أو ذرة الزنك تفاعلت مع ذرة، إذن فالتحول إلى أو صيغتها الكيميائية هي زد آن. ذرة الزنك رمزها أو صيغتها الكيميائية زد آن تتفاعل مع من؟ مع شاردة النحاس. شاردة النحاس صيغتها الكيميائية Cu2 زائد، يعني شاردة ثنائية. في النواتج ماذا ينتج لنا؟ تنتج لنا ذرة النحاس رمزها Cu
وتنتج لنا شاردة الزنك التي تحل محل شاردة النحاس، فصيغتها الكيميائية هي زاد آن 2 زائد. إذن هذه هي الأفراد المتفاعلة والأفراد الناتجة. ربما تتساءل عن شاردة الكبريتات، فشاردة الكبريتات ليست مشاركة في التفاعل، لذا لم نكتبها في هذا الجدول. يعني حتى إذا كتبناها سنجدها حاضرة في المتفاعلات وحاضرة في النواتج، لذا قلت لم نكتبها. هذا بالنسبة للوضعية الأولى. نمر إلى الوضعية الثانية. يقول نعلق جسما اس في خطاف الرابعة كتلته 579 غرام، ثم نغمره في مخبار مدرج يحتوي على الماء واحد ما هي القيمة التي يشير إليها مؤشر الرابعة في الحالة الأولى. الحالة الأولى تلاحظ بأن الجسم غير مغمور في الماء، يعني بعيد عن الماء. في هذه الحالة المؤشر أو الرابعة تشير إلى قيمة نستخرجها من العلاقة. القيمة التي يشير إليها مؤشر الرابعة في الحالة الأولى هي تعبر عن ثقل الحقيقي للجسم، ثقل S أو ثقل الجملة S، حيث أن PS يعني ثقل الجسم S يعني الكتلة المعلقة، PS يساوي M لS في G، يعني تساوي كتلة هذه العينة مضروبة في قيمة الجاذبية الأرضية في هذا المكان. إذن إذا افترضنا أن الجاذبية تساوي 10، معنى هذا أن الثقل في هذا المكان بي للكتلة المعلقة هو 0.579 كيلوغرام، نحول من الغرام إلى الكيلوغرام، في 10 نيوتن على الكيلوغرام نجد 57.9 نيوتن. إذن هذا بالنسبة للقراءة التي يشير إليها مؤشر الرابعة في الحالة الأولى. التعليل لماذا؟ قلنا لأن الدافعة التي تعرض لها الجسم في هذه الحالة من طرف الهواء مهملة، إذن الهواء لا يؤثر تأثيرا واضحا على ثقل الجسم. بعد ذلك يقول احسب حجم الماء المزاح من طرف الجسم S ثم استنتج حجم الجسم S. إذن من خلال الغمر نلاحظ بأن مستوى الماء ارتفع من القراءة 30 إلى القراءة 60. إذن حجم الماء المزاح من طرف الجسم S هو نحسبه بالعلاقة V يساوي V2 ناقص V1، أي الحجم يساوي الحجم الإجمالي ناقص الحجم الأول، 60 ناقص 30 نجد 30 سنتيمتر مكعب. ومن هنا نستنتج أن حجم الماء المزاح يساوي حجم الجسم، أو حجم الجسم S يساوي حجم الجسم حجم الماء المزاح، وبالتالي يساوي 30 سنتيمتر مكعب. إذن المطلب الذي يليه أحسب الكتلة الحجمية للجسم S ثم استنتج طبيعة معدنه. إذن ما دام لدينا الآن الكتلة ولدينا الحجم نستطيع أن نستنتج الكتلة الحجمية للجسم S بتطبيق العلاقة رو تساوي M على V، أي الكتلة الحجمية للجسم تساوي كتلة الجسم على حجمه. نطبق عدديا 579 على 30 نجد الكتلة الحجمية لهذا الجسم هي 19.3 غرام على سنتيمتر مكعب. إذن هذه الكتلة الحجمية للجسم المعلق. وبما أننا وجدنا هذه القيمة نقارنها مع المعطيات التي أعطيت لنا في الجدول، سنجدها تتطابق مع قيمة الذهب كما هو مبين هنا في الجدول. لاحظ إذن أعطى لنا هذا الجدول كسند لنحدد طبيعة المادة. إذن في الجدول الذهب قيمته 19.3، إذن فهذه الكتلة هي من الذهب. إذن الجسم S من معدن الذهب. الآن شدة دافعة أرخميدس. قال احسب شدة دافعة أرخميدس FA على الجسم حينما غمر في الماء. في الحالة الثانية يعني عندما غمر، هنا نطبق العلاقة، لدينا كتلة دافعة أرخميدس FA تساوي رو في V في G، ونطبق تطبيق مباشر FA تساوي 1.3 × 10 مع التحويل من الغرام إلى الكيلوغرام، يعني سنقسم على 1000، سنجد FA تساوي 0.3 نيوتن. إذا لاحظ بأن مقدار الدافعة هنا هو مقدار صغير نوعا ما، لا يؤثر كثيرا على القراءة الظاهرة. فالقيمة التي يشير إليها مؤشر في السؤال الموالي
في الحالة الثانية يشير المؤشر الرابعة إلى قيمة جديدة، برأيك ماذا تمثل هذه القيمة؟ ثم أحسب قيمتها. إذا القيمة التي يشير إليها المؤشر الرابعة في الحالة الثانية تمثل الثقل الظاهري بي آر. الآن نحسب الثقل الظاهري. الثقل الظاهري هو أو بي آر بي بي إس تساوي بي، نعم الثقل الظاهري يساوي ثقل الجسم ناقص الدافعة، ناقص القوة التي يطبقها السائل على الجسم. نطبق الثقل الظاهري يساوي 57.9 وهو ثقل الجسم في الهواء، ناقص قيمة الدافعة وجدناها 0.3. إذا ستكون الثقل الظاهري قيمته 57.6. بعد ذلك يقول احسب كثافة الجسم اس. كثافة الجسم اس نحسبها بالعلاقة دي يساوي الكتلة الحجمية للجسم على الكتلة الحجمية للسائل، ونطبق 19.3 على 1 تساوي 19.3، المقدار يكون بدون وحدة لأنه نسبة بين هذين المقدارين، الكتلة الحجمية للسائل والكتلة الحجمية للجسم الصلب. بعد ذلك ننتقل إلى الوضعية الإدماجية. يقول اشترى شخص غسالة مستعملة ذات هيكل معدني، أعلمه البائع بوجود عيب فيها والمتمثل في انسداد أنبوب صرف الماء نتيجة ترسب الكلس فيه CaCO3، ولكن الشخص بمجرد توصيله الغسالة بالتغذية الكهربائية مع الأجهزة المنزلية يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي لمنزله، وكذلك يشعر مستعملها في تلك اللحظة بصدمة كهربائية. تمثل الوثيقة 3 المرفقة مخطط لتركيب التركيب الكهربائي لمنزل هذا الشخص. 1. ماذا تعني الدلالتين pH و N في المخطط الكهربائي؟ 2. برأيك ما هي أسباب الحقيقية وراء ما يلي: شعور مستعمل الغسالة بالصدمة الكهربائية وفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المنزل. بين كيف يتم إصلاح انسداد أنبوب صرف الماء مع تبريد إجابتك. فصل القاطع الآلي وشعور مستعمل الغسالة بالصدمة الكهربائية، ثم أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبين عليه كل التعديلات والإصلاحات التي تراها مناسبة للاحتياطات الأمنية. إذا قلنا ماذا تمثل الدلالتين؟ فالدلالتين أو الرمزين الموجودين في الرسم في الوثيقة هما الـ pH، هو رمز سلك الطور فاز، والرمز الثاني N هو رمز سلك الحيادي أو الخالي الناتج. بعد ذلك برأيك ما هي الأسباب؟ إذن الأسباب على ما يلي أو حول ما يلي: الصدمة الكهربائية سببها هو انعدام التوصيل الأرضي، يعني نلاحظ في التركيبة غياب التوصيل الأرضي في هذا المأخذ، غياب التوصيل الأرضي، المأخذ ثلاثي صح لكن التوصيل الأرضي غير متوفر. إذن فهذا هو السبب الذي يؤدي إلى إصابة المستعمل بالصدمة الكهربائية، مما يعني أن سلك الطور يلمس الهيكل وبالتالي يصاب عند لمسها بصدمة كهربائية. انقطاع التيار الكهربائي ما سببه؟ سبب حدوث انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل يدل على حدوث استقصار على مستوى الغسالة بسبب ملامسة سلكي الطور والحيادي لهيكل الغسالة. والسبب أو كيفية إصلاح هذه الأعطاب يتم إصلاحها بما يلي: أولا انسداد أنبوب صرف الماء، نصلح هذا العيب وهو الانسداد بسبب الترسبات الكلسية بحيث نضع محلول روح الملح. روح الملح هنا ينقصنا كلمة الملح، روح الملح في الأنبوب لمدة، ونتركه لمدة كافية حتى يتم التفاعل بين روح الملح وراسب الكلس. بعدما يتم التفاعل يتحول الكل إلى محلول، بمعنى الراسب
سينحل في المحلول، وحينما يعمل على تفكيكه وانحلاله نقوم بصرفه بإضافة الماء وتنظيف الأنبوب. انقطاع التيار والصدمة. إذن فلكي لا ينقطع التيار ولا يصاب الشخص بالصدمة، أولا نعزل السلكين عن هيكل الغسالة جيدا، ونزود المأخذ المغذي للغسالة بالتوصيل الأرضي. بعد ذلك يطلب منا أن نعيد الرسم بعد إصلاح هذه الاختلالات. إذن فيصبح المخطط بهذه الكيفية. لاحظ أننا دعمنا المأخذ الموصول ب من المفروض يعني المأخذ الثاني كذلك يكون مزود بمصاهرة للحماية، المأخذ الموصول بالغسالة كما فعلنا مع المأخذ الثاني نزوده بمصاهرة للحماية، وركبنا المنصهرة التي كانت في المصباح كانت على الحيادي صارت موجودة على الطور كما تلاحظ، يعني غيرنا موضع السلكين ووصلنا المآخذ أو التوصيلات الأرضية للمأخذين لكي تكون الحماية متوفرة في المأخذين عند استعمالهما، سواء استعملنا المأخذ الأول أو المأخذ الثاني فتكون الحماية متوفرة لكليهما. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.